السلام عليكم صحابي احبابي كامل اللي يعرفونا، حبيت نقول لكم باللي اليوم راني متواجد في قلب بليده، وباش نقول لكم بحاله تاع امراض كورونا. الحاله راهي الحمد لله، بالنسبه للشفاء هنايا راهي نسبه كبيره، ونحمد ربي نشكره لي جاست علينا هاد الشدة، والحمد لله لي مرضوا كما نقولوا ربي شافيهم، واللي ماتوا ربي يرحمهم، ونحمد ربي ونشكره. ونعطيكم البعض الصور تشوفوا الحالة هنا في قلب بليدة في المستشفى المعروف من بين أكبر المستشفيات هنا بالجزائر.